الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. هيتما تغيس متنغ تكليتي ضنيره وانتيني مرحبا اختو الزونط راديو بلوس. غصاد غمكلس كن وعد الا دي دخل الاستاذ احمد ايت الله دغنا ايت الله ارنتيني مسير سابق فريق حسنيه اكادير، كاتب عام في حسنيه اكادير، عضو عصبه كره القدم لسنوات، ممثلا لفريق حسنيه اكادير. وفي نفس الوقت السي احمد ايت الله يغيلد رئيس اللجنه المكلفه سمس نخ الحسنيه نوكادير، اللجنه اللي دي فورن غمس يا الجمع العام اللي زرين المناسبه. نويت لكم السي احمد ايت الله باش هذا كفيه العدد انتفاوين، هذا كفيه العدد انتفاوين، هذا حي السفاو، هذا غير السسفيو اغانا سند يسولا ولا حتى فما سانغ لومورطاد اللي سلك من الحسنيه ارغيلا. سي ايت الله مرحبا. شكرا سي محمد، تنمير تيمس في ليدني عزان لورا الجماهير الحسنيه. شكرا لان كنت شكار في الدعوه اللي تكرم. نعم. يعني باش نساول ان مش كنتي فاوين. نعم. مجموعه من من من, من الجواب على مجموعه. نعم. من التساؤلات. نعم. ديال المحبين والجماهير ديال حسنيه اكادير. نعم. اينما كانوا. شكرا. وكان البدايه قلت لك شنو مسمى ما يتعلق بالتهيئ الجمع العام الاستثنائي، يعني يا وسقسي بصفتك كرياضي كمسير، يعني ما يسلك من الحسنيه كله غنشكد اللي لك بغيره، ماذا تسلك منه؟ وللاسف الشديد السي محمد الحاله الحسنيه لا تسر غير اللي سنتيني. نعم. البعيد قبل القريب. لان الحاله اللي تلك مغساد الصراعات ولا الحاله اللي تلك من النتائج الرياضيه ولا الحاله اللي تلك من التسيير والتدبير وريس فرح. نعم. وريس فرح درس مجموعه الاسباب. مجموعه الاسباب فيها ما هو موضوعي يتعلق بالذات ديال الحسنيه. نعم. او بالكينونه الحسنيه. وفيما هو موضوعي ما هو ذاتي، وفيما. نعم. هو موضوعي كيتعلق بالمنظومه الرياضيه في كره. نعم. القدم الوطنيه. نعم. كلها هكا. اذا غادي نناقشوا ان شاء الله. في هذا اللقاء معكم. كل حاله بحد يعني في حد ذاتها. نعم. نعم. الحاله ديال الجانب الذاتي ديال الحسنيه كنعرفوا بان الانتقال من المنظومه ديال الجمعيه لمنظومه الشركه خلق واحد الارتباك كبير. ارتباك كبير في من يسير النادي، هل الجمعيه ام الشركه؟ هاك. نعم. ها واحد الاشكال اللي مازال ما استوعبوش المسيرين وما استوعبتوش المنظومه كره القدم كما. نعم. بحكم انه المساله جديده على المنظومه كره القدم وطنيا. نعم. نعم. مساله جديده وطنيا لان تغيير الجانب القانوني اللي هو يؤطر. تغيير حتى العقليه اللي خصها تسير، لان كنخرجوا من عقليات الجمعوي اللي يعني المتطوع. نعم. الى عقليه الشركه المعتمده على راس المال وعلى الاستثمار وعلى التدبير وعلى اليات ديال تقنيه التدبير بمعنى من هو ديال الاحتراف. اي بواحد. نعم. بواحد رمشه العين دون. دون ما نحطوا. الهياكل الاساسيه وندير. نعم. واحد المرحله الانتقاليه ما بين خطه. نعم. خطه. نعم. اذا في نفس الوقت دابا شكون اللي تيسير حسنيه اكادير؟ دابا غالبا ما تنسمعوا راه الشركه راه الجمعيه، شكون اللي تيسير حسنيه اكادير يعني قانونيا؟ نعم. واش الشركه ولا الجمعيه؟ دابا الحسنيه. نعم. في الوضع الحالي تسير براسين. براسين سي وكويا. اييه. اكايون الجمعيه دوكايون الشركه. الشركه هكا. ولكن من الناحيه الفعليه القانونيه يخص الشركه تسير الفريق الاول. الفريق الاول واحد. الفريق الاول هذا استفكا، هذا استفكا القانون اللي عطاه القانون الفريق الاحترافي بجميع الامور ديالو. هكا. الجمعيه تلقى ين الشريك الشركه. أيه. ولكن تسير الفئات الصغرى والمركز ديال التكوين. ها. ولكن الوضع الحالي غير كلي سنيغ تخلط قياس الامور. نعم. وبالتالي يعني ارتفات المجلس الاداري للشركه لقت ناري رمز القرار اري تجتمع المكتب المديري للجمعيه اختلط الامور ديال المسيرين. هكاك. وهذا يخلق الارتباك. الى حد انه يمكن نقول بان الجمعيه الان لا جمعيه لا شركه، يعني اللجنه هي اللي تتسير حسنا. حاليا هذا وضع استثنائي.
او الاسم ديال الحسنيه هو اللي تيسير الحسنيه. صحيح صحيح. اسم الحسنيه اللي هو كبير على كل شيء. اللي هو كبير هو اللي تيسير هو الحسنيه. نعم. يعني التاريخ الحسنيه الرصيد الحسنيه في الاف نعم. السنين هو اليوم اللي بقى. علاش؟ نعم. لان عرفتي التطورات اللي عرفت الحسنيه مؤخرا، استقاله المكتب المديري، تعيين لجنه مؤقته. نعم. هذه اللجنه المؤقته خرجت من الجمع العام بناء على الارتباط ديال الوثيق بالحسنيه وما بغاتش تخليها تمشى فراغ. هاك نعم. يعني احنا واحد المجموعه ديال الاخوان حطينا التجربه ديالنا راه الاصرار ديال النادي ديالنا باش تطوعا باش نسير واحد المرحله انتقاليه نوصلوها للجمع العام الانتخابي اللي غادي يكون نهار 25 ان شاء الله. ان شاء الله. اذا هذا هو المعطى اللي كاين اليوم ليلا غساد. نعم. الحسنيه. الحسنيه غساد تقا غير اللي سننا هي نادي عريق في التاريخ، اسم كبير في الساحه الوطنيه، ولكن للاسف الشديد ارتعش. نعم. زود ما بين الكليستيني، ما بين المادي والجزر. الجزر. نعم. وما بين المطرقه والسندان. وما بين المطرقه والسندان. نعم. للاسف الشديد لان الحسنيه والتزاري كله غير السي محمد. دغيا اللي نقصد درت قال الحسنيه زند مكناس نادي المكناسي نادي القنيطري الاتحاد البيضاوي ومجاورة زعما دوك الفرق الكبرى يعني. العملاقه اللي ولات الان يعني في اسفل سافلين. اسفل سافلين. اذا هذا الشيء اللي ما بغينا، وعيب وعار على الناس ديال اكادير توصل الحسنيه لهذا المأزق. نعم. ربما انا متفق معك. نعم. سي محمد لان ارتسولت كي بناء على غيره السعر. نعم. تمازيرت السعر للحسنيه. نعم. لانك تقيتي الانسان اللي تبع الحسنيه عبر السنين درك يعني لا شهاده حق. وبالتالي ان غير الغيره التينيت العيب وعار. صحيح. عيب وعار. حشومه في واحد الجهه اللي هي قويه، في واحد المدينه اللي هي كبيره، وحسنيه اكادير اللي هي نادي كبير ويضربوا له حساب. فعلا فعلا فعلا. التنين ميدنش كياد احنا غنلعبوا مع الحسنيه رقيس تكسود. تكسود غير هاد الحسنيه تكسود الافريقيه. نعم نعم نعم. يعني ماذا بهم توصل النوبه باش يلعبوا مع الحسنيه باش يدوا حتى النقاط. للاسف على اي ناس سي الاستاذ يطلع كرئيس اللجنه المؤقته فين تتحدد المهام ديال هذه اللجنه؟ غير التوضيح السي محمد اللي غنسكر اللجنه المؤقته ورسم الرئيس بعد تولي رئيس اللجنه المؤقته. نعم. اللجنه المؤقته نشكلت من 5 الاخوان ورقيسي للرئيس هكا. نعم. رنسوال في المنسق من ينسق العمل للجنه ما بين لا غير ما بين اعضاء اللجنه فقط وماشي ما بين شركه مثلا لا الشركه لا. لا الشركه دارس الهيكل مستقل واحد اللي هو مجلس الاداره. مجلس الاداره لا مازال يعني لا زال قائما. نعم. اللي لقيس برئاسه الحبيب سيدينو على ما اعرف برئاسه الحبيب سيدينو وعضويه مجموعه اربعه ديال 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 الشركاء. نعم. اللي كان غير المسيرين السي حبيب سيدينو الجمع العام اللي يزرين ان بانه يتستقل من الجمعيه ولا من الشركه. اييه. اتي دار سنسكر الاجتماع غاسد المجلس الاداره وتدارين المخرجات نس ما هكا ما كان القرارات اللي اتفقوا. نعم. غاسد اللي نسجل البرنامج غاسد الخميس. نعم. الخميس وتدارين المخرجات نس واش اكد السي حبيب الاستقاله ولا باقي مستمر ولا. نعم. ما تسكر وتدارين اللي حكايون ما ميلان نكنيح اللجنه المؤقته نتحول ان سير الامور العاديه للنادي. نعم. درنا حنا المشكل الجانب المالي اشكو كل شيء قن من الحسابات. نعم. لا الحسابات الحسنيه قانونيا درس الحقات توقع ولا والو. اذا قانونيا اللي استقل المكتب المديري وارتدى المكتب المديري جديد الحساب البنكي يقن يجمد. نعم. الشركه درس المشكل لانه حتى المجلس الاداري ورتا يجتمع باش تحركن. هاك نتدبر الامور النغيلات غير نعم بالمساعدات نميد اسنفتا اللي غنلعب السؤال 100 وضرب تيسير ورغم ذلك في عز المشاكل والازمه. نعم. ننتصرنا والتاهيل وباقي عندكم جوج مقابلات دارنا غيلات سنه المقابلات يعني مقابله اخرى مقابله طنجه. نعم. غادي ندبر ان شاء الله. نعم. نعم. شكون هذو اللي تعاونوا معكم مثلا الا ممكن نعرفوهم؟ واش كاين الناس ديال لا غير المنخرطين المنتخبين؟ لا لا غير المنخرطين المغيرين على الفريق فقط. نعم. تدوين المساهمات نسن يعني نحاول نكني انسكريميك السياسه نتقشف شي شويه. مزيان مزيان. اختي تكال فرقه ارتفتو ثلاث ايام تخسر الزباب الفلوس توريت الصفر نقطه. ارتفتو غير نكري نهار قبل الماتش
ورافتو حتى يا راه الفرقاح الكراش كود انا غير الكار من التيراز الرفيع فعلا ناقص شويه حتى غمد ليفتو ند الفرقه والهضر سما يسكري خصها توريفتو هكا يعني نسكري مي كنت ترشيد الحمد لله يعني نستطع باش نسكر المقابله الاولى اللي كلي سني غنا نسوالم نعم يودي بيتيسير باقل الخسائر الماليه هكا غير هذه ان شاء الله راه نسكر نفس الشيء بالنسبه لخريبة نعم رابطو خريبة وراه نسكر المقابله اللي غنلعب نعم. حيت مازير تورقيس المشكل ان شاء الله وفي نفس الوقت يعني ما حد سقسحك فما اللجنه يعني اللجنه هكا المهام غادي تبين غير هذه المهام اللجنه راه تكمل الساعه 25 ان شاء الله مع انتخاب الرئيس ان شاء الله ريخ هذه السنه جدول الاعمال الجمع العام واش 25 مسيات النقطة وحيدة هو انتخاب رئيس ومكتب مديري جديد للجمعية سي محمد انتخاب الرئيس فقط ومكتب مديري إذا المكتب المديري المكتب المديري أشكو غيلا القانون 30/09 من اللي يسكر لي اقتراع باللائحة أيه أن أي مرشح يسكر اللائحة نس لائحة يخسر يسي لي على الأقل 9 الأعضاء وعلى أكثر 15 عضو إذا يقدم لائحته داخل أجل قانوني اللي هو 10 أيام قبل تاريخ الجمعة العام أرن زراء مشكلة لائحة دار غيلان نحدد من هم المنخرطين اللي عندهم حق التصويت نفتوس الجمع العام السنة 25 إن شاء الله قيسيات النقطة هو انتخاب رئيس ومكتب مديري جديد للجمعية نعم. وما يمكنش مثلا لأن ربما بحال إلا سمعت بأنه قانونيا تقول لك ولو اللجنة ضروري باش دير التقرير ديالها التقرير المالي والأدبي من خلال ديك الفترة اللي كانت نكني راه تنسكر هكاك لا نعم. تنسكر نكني لأنه اللي قلنا راه نسلم المهام للمدير الجديد راه درسني فيك يعني تقرير ادبي وتقرير مالي ملخص الفتره ديال التسيير الفتره اللي مسير باش درستي لي هكا يعني هذيك السنه ديال الجمع العام انا ديك كان هذيك كان لا راه تنسكر ان شاء الله تنسكر يتعلق بالنسبه للوائح الصافي غير هاد واش غصه ديال الخميس ربما غيدقى ميغال اربعه قنت اللوائح مش كن اللائحين من يتراس اللائحتين نكني نسكر اولا اللجنه المؤقته تسكر الاعلان لانه بتلقي الترشيحات باش نضبط الاجل نعم يعني اخر اجل هي 15 هي تيتقام يتقام العربه يتقام اش كاين تسنات اللوائح لائحه يتراسها سي امين دور ولائحه يعني وكيلها سي امين دور واللائحه الثانيه وكيلها سي عبد الرحمن اليزيدي يعني سنات اللوائح تسرسن الاداره النادي نعم ادغام نعم سنات اللوائح ادغام قانونيات لا القانونيه ورتسول كيف القانوني غير مؤهل باش شكون نعم. كيرا نجتمع اللجنه باش نزر يعني موضوعين جوج اللوائح راه نزر الاعضاء اللي قسمتي لا نزدرسن استوفان الشروط ولا لان نضرب حتى نسكر الاعلان اختزريت ولا البلاغ انه يخسر داوين السجل العدلي يخسر الدان الواجب الانخراط لان القانون الجمعيه تيتسنت بانه كاين اللي درنا التصاوبق راه غير مؤهل فعلا ولكن ولا دير السوابق ولا داون ديال شي جنان ربما يغورتي ديوي هي هي الكره فعلا نسجل الكنيرة تدنوي وما ما تغون ري صوت من سيصوت سيصوت المنخرط المستوفين الشروط القانونيه باش من طريقه غادي تضبطوا المنخرطين في الجامعة العام مثلا انا مثلا منخرط سابق او منخرط خلال هذا الموسم ولكن ما دفعتش الفلوس ديالي لا الا ما اداش ما غاديش اذا باش غادي تعرفوا لا كنعرفوا حيت عندنا المحاسبه ديالنا هكاك غادي نخرجوا اللي ادى من اللي ما اداش غادي عندنا السجلات ديالنا اللي ممسوكه بطريقه قانونيه نعم. يعني عندنا تاريخ اللي كان مضبوط ماشي يلاه اليوم نعم. يلا دوزنا جمع عام نعم يعني عندنا لائحه المنخرطين اللي هي نعم. عندها الحق تصوت وعندها يعني شي واحد اللي مشى غبر شحال هذا ويجي يلاه اليوم يلاه بان ليه باش يجي يصوت نعم اذا راه عنده واحد الفتره الفراغ يعني الا جاي يخلص راه غادي يولي منخرط جديد نعم بحال منخرط جديد نعم وبالنسبه للرئيس اللائحه او وكيل اللائحه غادي يصوت حتى هو ونفس الشيء بالنسبه يعتبر منخرطا يعني نفس بالنسبه للاعضاء نعم كلهم غادي يصوتوا نعم كله راه تصوت بارك الله اذا ربما حقا يعني كله تحيل من كل شيء للجامع العام كملت كل المسائل ان شاء الله ربما غير الاجتماعات هذه اللي تكلمت كنتني الا نحل المشكله السي محمد غادي تسولني في الناس كنيني تحل الاذاعه نعم محترمه هو يوم الجمع العام
نعم لان يصادف المقابله طنجه طنجه وربما المنتخب الوطني عندكني مع البرازيل عندكني لنا خصنا نحولوا هذا التاريخ الجمع العام في اللجنه سلحد مثلا ماشي نهار المقابله المجموعه المنخرطين تصرن باش هي اللي غسن لان خصنا نديروا الجمع العام ديالنا راه القرار التاريخ يفوق تحت الجمع العام ورا التغيير غير الجمع العام المهم الا النقاش نعم رغم ان اللجنه تدار الصلاحيه بكل صراحه اللجنه دار الصلاحيه بناء على معطيات اللي قانونيه نتفق الى باش انا نسجل الفريق اي لعب نقدم الساعه 10 صباحا العشرة عام يعني التوسكار 11 نزيك صباح نوصل 25 اذا ماشي ماشي ضيض لا 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 اشكو لا يمكن التوسكار 10 نزيك صباح نعم اشكو ضيض ما انا كوريسا للماتش طنجة نعم. عاد الملعب غير جاهز كذا كذا نسبقتي نقدمت كيف ما كان الحال ربما يسوي لها الزرات كي توقيت الصباح الصباح وجهات نظري صباحا ولكن شوف تلا ما غيك لي ميتينين ديكتاتورية الأغلبية نك وجهات نظري أو جبر الخواطر نك وجهات نظري نك مع أي تسكرة سلحد يعني نفس توق لا لا بعد المقابلة أو قبل المقابلة أو قبل المقابلة لا قبل المقابلة إلا قيس المشكل الأجل أيه الأجل خصنا نراعي الأجل القانونية باش أنغما يجمع عام قانوني اللي بعده ذلك المشكل نعم ولكن الإخوان يعني بقرار اللي هو الاغلبيه ان داك لا خصنا نخليوه في داك النهار نكرت انت تلغي القرار الاغلبيه رغم انني نيق ما يمكنش تكون الحسنيه لعبه مقابله مصيريه وحنا خدامين في واحد الجمع العام اللي فيه اللي فيه السجال وفيه نقاش وتركيز التركيز غادي تشتت التركيز نعم انا معاك انا كنقول نخليه الجمع العام ماشي غاية في حد ذاته فعلا الغاية هو الفريق نعم الغاية هي نحاولوا نلتفحوا الفريق باش انا وين النتيجة الماتش طنجة اللي هي مهمة للمصالح فعلا بزاف بزاف ولكن قرار الأغلبية ارتمتات على الكاسي محمد كنا نتمنى غير المسائل تقدي انت وكان السؤال المطروح هو الجمع العام يسري بخير وعلى خير ان شاء الله يعني شكون اللي غادي ينجح هذا الجمع العام غادي ينجحوا المنخرطين نعم بالمسؤولية وبالكفاءة ديالنا نعم. يعني يات المحطة باش نعبر على أننا نؤمن بالديمقراطية أولا وأننا نحب حسنية أكادير نعم. وبالتالي راه ونادي فوغن صندوق الاقتراع هو رئيس ومكتب مديري الحسنية نكونوا وراه كاملين نعم. هذا هو الإيمان وما يرن أن أنسكر البلطجة أو رنسكر الصداع نعم. أترن تسوقية الصريف والكين في فعلا الحسنية فعلا يعني الكني في اللجنة رنسكر أنكسار يمين نعم. في الاحترام ديال النادي اولا في الاحترام ديال التوابيت اللي سميها الديمقراطيه نعم احترام ان كل درس الحق التعبير على الراي نعم نعم وبالنسبه للحضور مثلا الجامعه واش غادي يكون ممثل ديال الجامعه يمكن نراسل الجامعه نراسل العصبه الاحترافيه نعم نراسل عصبه تسوس نراسل السلطه نعم كل واحد يعني غنسكر غير اللي خصها تنسكر نعم. الجانب يعني في الاداره نعم. الاداره دارت جميع المراسلات نعم. ولكن واش غادي يجي ولا ما غاديش يجي كيبقى امر نعم. متروك اليوم نعم. وبحضور رجالات الاعلام بمختلف مشاربهم اثر الحضور ان شاء الله ان شاء الله يا وسقسي واخا يزريت الحال ولكن قوالا بدا ان نستنجو بنس دار كي الاستاذ عبد الله كرجل قانون نعم. الجمع العام اللي زرين السنه اللي يقون 2021 كنين تسكرم قيس 21-22 يعني يسي قال خير هذا القانون واش كل جمع 21-22 ايه ولكن ومتى قال الجمعان لا 21-22 اي قال الجمع قيس نقاط اللي لا نحجدوا الاعمال محدده اها ناش كني عادي باش نناقش الجمع العام ولكن قيس المكتب كلوت استقل كل المكتب استقل كل المكتب وذلك شنو ما تناقش تحت الجمع العام ما رزدت نعم اذا انتهت الامور وذلك شنو ما تناقش نعم يعني نكني غاكودا ما نسكرتي نقلب الجمع العام عادي الى استثناء اللي غنعين اللجنه المؤقته هكا باش اوري لي الفراغ هكا يعني كان من الممكن نفوض غين نيني راه المكتب وسولي لا نعم. والله يخليكم خصنا ندعيو الجمع عام اخر استثنائي من هنا 15 يوم نعم اللي الفراغ كان مهول بزاف ياك وخص يعني لقتنا تزري المده ويسرات حاضر الثلثين المنخرطين ولا الضغط وخرت نعم تضرت لنا شهرين ولا ثلاث شهور تفتوا الفرقه هكا
فعلا هذا قال المشكل. يعني بالمسؤوليه نقلب الجمع العام العادي الى استثنائي، نعين لجنه مؤقته باش على الاقل تستابيليزي الامور هكا. نعم غاكو دانوان يشكل من بعد تيشكل، ما عندناش مشكل. اش كورسو اللي غمال المكتب السي محمد باستقاله جميع الاعضاء؟ لا يمكن الجمع الاجتماع المكتب تنعقد ولا كذا، صافي انتهى. نعم السيد الله حبيان، يعني هاد اللائحتين واش تضم كفاءات ديال الحسنيه او هناك نقص مثلا ولا كان غيابات ديال بعض الاعضاء؟ شوف السي محمد، انا ما كان ما كنقص من حتى واحد. نعم كل واحد ما غاديش نناقش ولا نجادل في الغيره ديالو للحسنيه. نعم هما لائحتين اللي هما جاوا من 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 القاعده اللي هي المنخرط. نعم وبالتالي راه القاعده هي اللي غادي تقرر من الاكفأ والاجدر. نعم باش يسوق الحسنيه المستقبل. نعم ومن كي كرأيين وكغلاد ما يمكنش نقسم من اي واحد. عندي وجهه نظري الخاصه اللي هي كمنخرط اللي غادي ندلي بها في صندوق ديال الاقتراع. نعم ولكن في اطار النقاش كيغيلات. نعم. ما ما ويمكن اديني غوا ديو فغوا ولا غوا. يعني اسكان الناس كله تسمو لك الفئات اللي غدي لا غنسول الناقص مثلا تقول لهم ما يمكنش تسمو كل شيء. نعم. على السي ايت الله ما تقدم على اللي رغبتي خاصه. نعم. كيغيلات ضربه باش هذا هذا جغل في المكان ديالي. نعم. الكارت امان خص التناوب السي محمد، الكارت امان خص تجديد النخب. ماشي كني نزري 20 عام كثير يخصها داش كلمة الدنيا. نعم. ولكن ديسني لي ادي. نعم. نعاون. نعم نعاون نعاون في كاس التجربه نوجهيني سميتو. نعم. نغمح في الخدمه للحسنيه ماشي. نعم. متشبتين بالكراسي والريغا تغمنا وعلى جات تشبت بالكراسي. نعم. هذا هو ما ضربني مد ولكن الناس عفيوني. نعم. ما يمكنش. اذا اللائحه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه يا العدد الكيسيلان الى نويه ديال الدنور كليا دمس كليا دمس العذر انسان الا ما دار الا عذر المرض الا ما دار الا عذر شخصي كليا خلاص كنين وراح يهم ابن الحسنيه ديت عتقا يونس غوس كوسا وكان يسكر ربي حتى وانا غمسيس كوسا ديالي يعني حاك سقصها قبل يعني ما من كسرت تعتق الحسنيه يخف انسان لا 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 ميدانيا ولا اداريا. لا بالاخص ميدانيا. نعم غير ما كان الهم الاول هو ميدانيا. نعم وجهه نظري يعني خصها غيلاد غير اللي ستلينا البلون مارشال ما كان بلون مارشال يعتق اوروبا كلو خص يلا البلان يتوسر سي الحسنيه باش تعتق كايونس ماشي العشوائيه. نعم خصها غيلاد تكاور الميدن اللي درت لها الخبره. نعم. اللي درت لها التجربه اللي زريح الازمات. نعم. باش تسكرني الخطه للازمه. نعم. لتدبير الازمه. نعم. لا الازمه يعني فتا نخسر دار اخرى كاع شمح المشاكل. مشاكل فعلا فعلا يعني ارتجيت المقابله اللي سهله ماشي مقابله سهله. نعم. خصنا نخططوا لها ونمشيو على اساس ننتصروا في اخرى اولا. نعم. وين اقتضى الحال ما كانش انتصار نرجعوا على الاقل بنقطه. نعم اي باش تبقى اخرى في الترتيب ديالها مع احترامي للناس ديال خريبكا. نعم. ولكن هذا الشيء فيه حسابات. نعم اذا الجانب التقني هو الاول. نعم لان ربما خصنا اربعه نقاط في هذه المقابلات. اشكون اداري يمكن يقلص التقني ولكن التقني ولا يقلص الاداري ولكن خصها اداري اي حفز التقني التقني التكامل. نعم غير ديك اللي سني غير حفظت النتائج حتي اتوشونا دين تسريت ولا تسريت فعلا ولكن الى احنا ما دوزنا الجمع العام كاع نقدروا نعاود نديروه. نعم فعلا بالتالي ما يكونش غايه في حد ذاتها اللي الغايه الاولى والاخيره هو الفريق. نعم هو التركيز على الفريق هو الدعم للفريق. نعم. هو الفريق ما يوصلوش الصراعات. نعم انه يكون محايد. نعم. انه محترف غادي عندي لا ميسيون ديالي نمشي نربح خريبكا باش نجمع النقاط وانتهى. نعم. واللي جا من المكتب راه انا معاه انا مع الحسنيه قبل ان اكون مع اشخاص. شكرا. نعم نعم بالنسبه للتجربه كذا مثلا الكفاءه السي استاذ يطلع الله يصور تزرد بانه الا حقنس الحسنيه ميران اي غا الحسنيه استينغ او اقبر الحسنيه حبس المكونات الحسنيه. هو السي محمد. نعم. هو المريض. نعم. هو اللي كان مريض القلب. هو اللي مريض القلب والوجدان والعاطفه هو اللي يغرق الحسنيه. نعم. الحسنيه ورات تغرق انت يغرق. العربيه تعرفت هو اللي غرق. نعم. غارق في 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 داك الشيء اللي كياكلوا لداخل. نعم. بالعربيه تعرفت. وما الحسنيه راه بناوها رجال. فعلا. ماتوا فيها رجال. نعم. تسيء السعر انت مازلت كله تهز بلاد.
فين ما كان شي امازيغي ولا الشلح ولا حتى العربي اللي كيبغي الحسنيه يحبها ويهتفوا بها. بحال هذا النوع اللي بغى يقبر الحسنيه وبغى يحيدها راه خصو يزول هو. اما الحسنيه تبقى شامخه سي محمد فعلا. يعني الا كان لداخل هذا النوع هذا لنزوات شخصيه ولا لتصفيات حسابات غاتي ربي راه تيحاسب. نعم ربي راه تيحاسب لانه ودرس الحق يتلعب سنادي عريق زود الحسنيه سي محمد فعلا. ودرس الحق يلعب راه فيها عايشين الناس. نعم وشكون الرزاق ارض زراد غير الحسنيه مسائل رفتنت واذا به كريابنا راك ديتيني المدربات راه ديشكي غادي ناك راه ديك كوز المطار الدار البيضاء غادي ناك راه ديك كوز المدربات غادي ناك راه ديشكي المدير التقني. اذا علاش بالضبط هذاك اللي راه تجمعي زوج غمكا حل وقت اللي ستيون مد غمس لانه وري لي المكتب قوي ومسؤول. نعم. اللي ما كيخافش لان الكره كيسيروها الرجال اللي ما كيخافوش وما كيمشيوهمش مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. لان اللي عندنا دابا ولا كيخاف ولا اي حاجه بغى يديرها كيتسناش غيقولوا عليه الناس. ما راه تفلى سنين ميد. نعم. وبالتالي ارد تخترع على القصص. نعم. ارد تدحين الاشاعات. ارد كذا كذا اجن ورسن بان ارد تنخر من الجسد الحسنيه. نعم. تهلك الحسنيه. غير هاد ميد نرسمو قول نيكويانس قبل تسمو قول الفريق. نرسمو قول التصاور قبل تسمو قول النادي. نعم. يعني غادي يخلق السجالات كلوت ديال الاشاعات اللي فات سوالت غينا. نعم. لانه المدرب غير كان علاش؟ باش تخلق الارتباك. ها. اللي غتخلق باش ترز الحسنيه. ارز الحسنيه ارشكشه من الشكي اللعابه. نعم. حتى غيليلان وبالتالي رتاش كانت النتائج غير سلبيه والسلبيه راه تجرو ديما سيزدار. ربما كانت ثلاث سنين غيلات دائما الى المكتب غدا الى المكتب يقدر انني لا حوكنس الفريق يقدر انني لا غمس برا ولكن كاع قوي دارس الاشاعات يعني رقم واحد اللي دارس بارك الله يعني دارس مد نصحانين. دار دي التاوين غوكنس المكتب الحسن الحسنيه للاسف الشديد للاسف الشديد. صغير ما منك مالك مال التينيت كي ولي ريام صغير هذه الحسنيه مش كره سنين غير 25 اولا اتي لي الحب للحسني لان الحب يغنتيري يا الحاج. نعم. عرف لاس ندافع ارتين تحما. نعم. السي محمد ماشي ارنت في الزيت يقي العفيت نصب الزيت في النار. نعم. يقي مكتب مسؤول. نعم. يتخذ قراراته من نفسه. نعم. لا تملى عليه. نعم. لان تاكورت هاتي ما يمكنش أتجستي للتليكوموند. نعم. ما يمكنش تقلت هذاك علاش كنت التعليمات. نعم. يجب ان تكون مسؤولا تتخذ القرار. نعم. بناء على المسؤوليه وكتحمل مسؤوليتك. قرار جماعي. قرار جماعي. نعم. دائما. نعم. اشراك الجميع باش هو يولي المشكل. نعم. وبالتالي اشراك ذوي الخبره. نعم. اشراك ذوي التجربه والتقنيين ما نستبعدوهمش الحسنيه هذاك غير المثال السي محمد. نعم. واش انت مسير تبارك الله عندك التاريخ ديالك واش خصني نخوي الفريق من ولاد الفريق الطاقم التقني ما فيه حتى واحد ولد الفرقه. نعم. واش ممكن نجيب مدرب ديال الحراس وعندي ثلاثه ديال المدربين ديال الحراس خمسة هاد المدربين اللي عند الحسن يلاه هو ما يمكنش. نعم. وبالتالي يعني غير كلي سنتيني لا دين الروح النادي ما راه تيزري اللعابه هكاك فعلا خصني تقيسني لي ولاد الفرقه. نعم. في الطاقم. نعم. دائما كلا ولاد الفرقه سي عبد الهادي سكيتي اللي غير قال المدرب الا ديس حسيني الا ديس حمو محال الا ديس عبد الكبير مزيان الا ديس رضوان بن شتيوي بديت اعتمد في ثروه اعتمد الدريت ردي ساقل الحمد لله كانت رزقة مزيانة امال. نعم. الناس كيدنكني غير بقدرتي قدير خصني انا عالمي ما تعالمي. نعم. اويد غواد 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 وركيس انت يا الفرقة. نعم. كيفاش فعلا عرفتي ولدك ما يسكر الاستقرار ربما انت لا غير تضليل ربما المدربات غير هذا المدربات غير هذا يقدر تغرياسك انت اللي احتياطني. نعم. يعني قراو عليه شي لوحه يعني ماشي منطقيه مثلا لوحه اللي هي تكون ضد الفريق الحسنيه. انا نعم. بالنسبه لي المدرب الحالي كفاءه. نعم. ولكن للاسف الشديد انه ورديو في الارضيه هكا. نعم. الارضيه شكون اللي كيوفرها اولا واخيرا المسير. نعم. المسير كيحميه. نعم. كيحمي المدرب كيعطيه الظروف ديال الاشتغال. نعم. ماشي الماديه فقط هكاك. لان كاين لا كتميتينين يزدغي الفلوس ورد الفلوس يخصها المدرب يحس بانه دارس مسير اللي نعم. في راه يتكا اللي راه تيحمى وما انت تدرس التاريخ نص. نعم. كني خصني اللعابه حشومه عليكم توسخوا وجاهكم. نعم.
وتوسخوا جا هذا السيد هكاك فعلا، لان هذا السيد هذا جا للحسنيه يودي التاريخ نعم ايوا قاتي رقازم نعم نقياتي ودماون نكوني نقموا العائله نون نقموا الحسنيه نقموا المدرب نعم المدينه الجهه كل شيء المدينه ديالكم يعني غياد باش نسول يعني للاسف الشديد تسكن تكرر القرارات الحسنيه دائما ربما فرديه لا شكون فردي علاش السي محمد فرديه نعم. لان القرار الجماعي دائما نسبه الخطا قيس تدروس تدروس قليله نسبه الخطا ولكن القرار الفردي اتي 99% قرار خاطئ ولو اصاب نعم ولو اصاب فعلا نعم نعم قالت الحال قوم انت سي يتهلا كصبح ربي السنقات تكون لي حتكفيت غير حبيا زعما اللوائح السنات وران زرت بانه وري لكم 25 ركح ركح تلاحه من ذاك ركح بكذا غير ديال اللائحه ويمكن تجاوب باسكو رجو لا غير جيب تاع الحسنيه دور الجد الحسنيه تقدم زعما امود امود دار لها سنه 2009 سنه اللائحه لا نعم. لا هاكو دانو اللي انت اللوائح تقدم سي عبد الله ابو القاسم سي محمد المتوكل هكاك هاكو داني نعم ماشي اللوائح لا غير شكون القانون القديم ورقيس 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 اللوائح نعم الترشيحات الفرديه نعم يعني غير اللي عايش غنكي من 2001 2022 يا تلم الراي نعم هي تصدر حقا نخت غلاد الغوات غلاد ايفتوس غير كان سنه اللوائح هو غير اللي يا نور يا نور يتنازل لوايا ديالو هو مزيان يخدم المنافسه نعم ولكن يخصها غير تيلي المنافسة الشريفة في خدمة الحسنية هكاك أو تيلي فقط المنافسة من أجل يعني خدمة أجندات أخرى أجندات أخرى نعم مي غنسوال ما نخدموش الأجندات السياسية الحسنية خصنا نخدموها الأجندة ديال الحسنية الرياضية ونكونوا كنفرقوا ما بين ملي كنمشيو كنكونوا في الحزب ولا ملي كنكونوا في الحسنية فعلا كنتذكر كدار نقصي المسيرين من اعظم المسيرين اللي تزري حسنيا سي عبد الله ابو القاسم وسي الحاج بيجديك حزبين مختلفين سي الحاج الا حتى التجمع الوطني سي عبد الله الاتحاد ورجو سوون السياسه على الحسنيا نعم قالت اختلاف في الحسنيا الحسنيا نعم كليا درس التوجه انا اتمنى انه يكون تاتي زود الروحه ان شاء الله ان شاء الله تاتي زود الروحات باش الدار الحيلي اولا واخيرا كيف ما اختلف نختلف في التوجهات السياسية ولا الحزبية ولا النقابية ولكن نتفق في الخدمة الحسنية ارتقدم الدنيا يان في الحسنية نعم هذا هو مالي غلاد الأولويات الحسنية الأولويات نس الأولويات اللي غسد السي محمد قالت إنقاذ الفريق إنقاذ شو القيس إلا النقاش نعم. الأولوية هو إن شاء الله تلك الدورة 30 نافذ الحسنية بريمير ديفيزيون نعم ها واحد ثانيا الجانب اللي مهمل سنين هو الجانب الموارد الحسنيه يخص الفلاس اللي تخدم نعم الجانب الموارد باش الحسن درس الاستقلاليه الماليه نعم ما يمكنش الحسنيه دائما تفتو المنح المجالس نعم تفتو المساعدات الرئيس نعم. ولا الاموال اللي كيقرض الرئيس يخص الاستقلال المالي نعم. باش تغمى في المستوى العالي وعندي واش كان يسير الحسنيه درس الامكانيات امكانيات فعلا اللي تلقى الفرق اي باش حتى واحد ما يمنع الحسنيه بان كيعطيها ولكن بالنسبه للموارد الا ما لا تعتبر من الاولويات كنا تعتبر مثلا الانخراط المنخرط يعني حكوتن لو كان حكوتن وراك كله تضر الحسنيه مسؤول السي محمد غير شكون فرق ما بين الجمعيه والشركه ولو الله يرحمه ولو غلاد ولو لا الانخراط يجب توسيع قاعده المنخرط هكا غير كان ضروري توسع قاعده المنخرط ماشي غير فقط المساهمات الماليه نعم ولكن باش تشكم كفاءات لان المنخرط غنغصى قال مسير نصبح هكا غير كان هذا قال هكا نعم ولكن الشركه شركات لا تعترف بالمنخرط نعم شركه دارس النظام النس دارس القانون النس دارس المداخل النس دارس كل شيء يعني الرابط اللي لانكراز الجمعيه قالت فقط الاتفاقيه نعم ما يتكات ماذا كاكا فقط باش نفهم غير نعم. يعني الاطار القانوني لكل حاجه اي ولكن حتى هذا الشيء كيح كيما الخريط ناخذ كيح عضو واحد الجمعيه حتى الا تقرب حسب مثلا الشركه صدار صباح اللي غزري صباح ولا كاين الاسهم صحيح ولكن كيحضر كل الا حتى منخرط ربما غادي اللي ندير الحسنيات
حتى يدروس يدروس 77 من الخريط، ربما اننا كنصنصو راه يتخلص نفد حق انا وري خلص من الصنصة. اذا المشكل ولكن هذا الخلاص يمكن ورا تسنت راس الجمعه مشكون يمكن ديرش كمون خريط غير نهار قبل ويخلص راه غادي يخلص يزدرس الحق نهار قبل يا اريد تما قال مون خريط يمكن يخلص حتى اس الجمعه هكا. اذا ما يشقن غير اللائحه كا غادي توصل يعني الاجل نسيزري الاجل بالنسبه للترشيحات نعم ترشيحات نعم ولكن المون خريط اللي الايغان ديجا مون خريط الزرحه الناس كي حال انت اش كي تخلص خلصت صوت نعم اي ما عندناش مشكل هكا الصبح ربك ما تنغى والصح يحسوا لي لك الحاجه مدحها حتى كاتكين يعني ما نسقيت اي تبرت نخي الجمهور حتى انت يستاهل غنشكا لا لا حاشا ويستاهل الجمهور ويستاهل التكرفيس ويستاهل نهائيا اشكو كسي محمد التاريخ الحسنيه لوقت نفتاس الحسيمه مثلا كني نفتح الدور في فولكين سميتو ارد نكر ديك صباح ارتفات المشجعين الحسنيه نعم وتن الالاف الكيلومترات باش واه صحيح ارد تبي الخير انت سالي ارد تبي تسال نعم. مساكن كان شباب ودرس الامكانيات نعم يعني يفتح جميع لي ترونسبور باش اني لكم غني لكم وسير استحق الغنى هذا سن فعلا نموذج اولا للمسير بعدا في المستوى هكا نعم يا نموذج للمسير ثانيا يا النادي مهيكل في مستوى مثالي ما ستفتخر نعم اشكو يغي سافر ولا غي من كارد الانديه يعني المحبين الانديه راه التنين كاتي الحسنيه نعم هاتي خصها غير هاتي خصها تصحح فعلا فعلا بان درسيه المسؤوليه جماعيه نعم مسؤوليه جماعيه انه وليت تمثل يا يونس اريد تمثال يطلع القاعده عريضه من الجماهير باش اي نموذجي نموذجي خصو له كنس اولا لان المسير خصو يكون خلوق انسان محترم انسان اللي تحسن بانه زولي خطاب عن المدن كله متغردين اي النموذج قدوه ماشي اي تخربق حاجه شكون السنسي يتمثل يا رعيه الشريحه يقول صحيح السي الجماهير اللي غير المستوى مدن غير عدلن بزاف الحمد لله مدن غير المستوى اذا يخسر المسير حتى انت اي اللي غير من المستوى غير كذا سنتين يمكن كتاب رات لي هذا الصف ضحيه تما على ربي المدن اللي يتقدم ست ترشيحات وانه اللي صدرني والو اينف هادي ثلاثة سلوك حتى لا 25 غادي نكرف بنادم مسكن نقطة نظام الناس على ربي كون سامحتي والزرعة السياحة الحسنية انفع هاتي غير كد ثلاثة سلوك على ربي وانا ولي صدرني والو وانا ولي سني والو انفع نتفق ديك السي محمد غير من باب لا من باب العقل اضم صوتي الى صوت السي محمد نعم الله يجازيكم بخير راه الحسنية هذه الله يجازيكم بخير الحسنية هذه اللي قادر يزيدها شي حاجة يزيد اللي ما قادرش الله يرحمه والدين يرجع يطلع يتفرج هكا الله يكثر خيركم صافي هذا هو انا نعم. الرساله عندي كي الصبح ربي وكان السيد عزاني ربما يقدر غنشكد خير 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 الكلام خير الدعاء قمت حسن غصوبتي ولا ربي صرح الحمد لله حمو يتغمس يمن الساق سي حسن الرسول نعم اللهم ارحمه يا ربي يا ربي واسمح ليه والله يجعله من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا كان عزيو الاسره ديالو الصغيره ولا الاسره ديالو الكبيره اللي هي حسنية كبيره المحبين ديالو المحبين الحسنيه افتقدناه وتخطف من وسط منا ما بين عشيه ولكن الله رد لقضاء الله فعلا الله يرحمه ويوسع عليه وانا الى لله وانا اليه راجعون شكرا كسر مع ربك ما تغلو السديت الله يتكلي تيضني ان شاء الله نزرى مدنا يضني اللي راه يتقدم الاول كيسنتيني وكلا للوائح سي الدور ولا سي اليزيدي عبد الرحمن السلام عليكم We'll be right back.